مشاهدينا مستمرين معكم في التغطية من هنا من محافظة الأقصر مركز الكورنة، حيث تشهد المركز هنا أزمة بنزين وسولار حادة. يعني أسأل حضرتك، أتعرف عليك؟ اسمي عبد الحميد الشحات، يعني من الأقصر، من هنا مركز الكورنة. يعني عايزين نعرف أستاذ حميد، الأزمة هنا بقى لها قد إيه؟ إحنا نعاني سيادتك من أكثر من 7 شهور بالمناسبة من موضوع الجهاز ده، وإحنا نعاني سواقين بالأجرة، يعني كده إحنا إيه ما فيش معيشة إلا موضوع الأجرة ده معانا. بناخد بس 5 7 8 ساعات يوميا او باليوم كامل عشان موضوع الجاز ده، لغايه دلوقتي ما توفرش اي حاجه في موضوع الجاز. يعني ايه السبب؟ ايه سبب الازمه؟ مش عارفين احنا، يعني احنا كده بنيجوا السبب ما نحلها احنا. يعني كده موضوع اللي احنا جراكن جراكن جركن الجاز بيتباعنا ب 50 جنيه في السوق السوداء، احنا مش عارفين نشتغل ولا حتى في السوق السوداء هنا في الاقصر. في هنحمل الزبون انا فوق طاقته مش معقول، فاحنا بنتحمل موضوع الجاز ده. يعني احنا العلاوه بتاعت الجاز بتجينا ده هم نصاح الناس. انت بتشتري من مين في السوق السوداء؟ من ناس اهالي، بس هم دول مش ذنبهم حاجه بتاع البنزين. لهم البنزين طيب ازاي؟ ما يعبوا عادي بجراكن، ممكن يقول لك في بتاع عفران وبتاع بتاع زي كده، بتاع عفران زي كده وبتاع، ويعبوه ناس بقى على عنايات، الناس بعبوا خلاص عشان ما يزعلوش حد، وناس كده ماشي. بس ايه، في مثلا واحد يجي تاجر يجيب له 5 7 8 ومعاه كل واحد 3 4 جراكن، وياخدوا بقى يتباع في الجركن بالسوق السوداء بال 50 وال 60 وال 70 جنيه، واحنا مش نقدرش نتحمل الزبون فوق طاقته بما يرضي الله. يعني شايف حل المشكله؟ مش عارفين حل المشكله، يعني هل نرقدوا مثلا زي كده او نوقفوا نوقف البلد؟ مش عارفين، احنا عاوزين نشوف مين المسؤول على موضوع الجاز ده، يعني يحل لنا المشاكل الجاز ده عشان حصلت كذا. مستوى المحافظه ولا في المركز هنا بس؟ لا على مستوى المحافظه بما يرضي الله، يعني مش مركز واحد، لكن مستوى المحافظه. شكرا، اتعرف عليك. طيب حسيب، شغال سواق بقالك قد ايه؟ انا النهارده ليا 4 سنين. قول لي الله يكرمك، قول لي ازمه البنزين هنا في الاقصر بقالها قد ايه؟ ده النهارده ليا 7 8 شهور على النظام ده بقى. احنا صراحه مش عارفين ولا عارفين نسد قسط تمام، ولا عارفين حتى نعيش. يعني بالنسبه للجهاز ده ما عارفينش صراحه، ولا نسد قسط ولا عارفين نشتغل. ان الزبون هياخدنا، هنطلع مع الزبون توصيله، هناخد كام؟ الزبون هنقول له ادفع ازيد من طاقتك، هنقول له ادفع زي منطقتك. تقف في البنزينه يعني عادي؟ احنا من قبل الفطار هنا، احنا فطرنا في الشارع وهي لغايه دلوقتي الساعه 10. يعني مش معقول، يعني الواحد هيعمل ايه اكتر من كده؟ مش عارف، يركن العربيه وباقي ايه بيجيها يعني، ولا زاد قسط الاكل عياله. في كان في سواق قبلك قال ان في سوق سوداء، ايه موضوع السوق سوداء؟ في سوق سوداء، مش مفيش، في. طب هنعمل ايه؟ مضطر ان انا مفيش جهاز البنزين هروح احط من السوق السوداء. بيجيبوه منين؟ بيجيبوه منين؟ بياخدوه من البنزين زي كده، بيروح يعبي جركن هو واخواته واولاده وكده، بيعبي جراكن عاديه تمام، يعبي بالبنزينه ويرجع يسوق يبيع في السوق في السوق السوداء. بتاع البنزينه ايه ذنبه؟ ما بيعرفش، يقول لك انا معايا مكنه ميه، يجيب له حيازه، بيجيب له حيازه يقول له انا راجل معايا مكنه ميه، ما يضطر انه يدي جركن ويرجع يبيع في السوق. يقول انا وغيري وكده. بيقول لك بكام بقى؟ ب 50 جنيه و 60 جنيه جركن. فربنا يعني يلطف بحالنا، مش هنقدر نقول اكتر من كده. يعني اتعرف عليك؟ خش مع، مش عايز يتكلم. يلا خير، يعني هنحاول. انت سواق يا حاج؟ سواق عربيه؟ انت واقف هنا من امتى عشان تجيب بنزين؟ انت؟ انا لسه جاي عاوز افك فيه. شكرا ليك يا حاج. انا بقى من مصر بقى وشايف الذل كله وشايف كل حاجه. ازيك يا حاج؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. طيب يا باشا، انت واقف هنا من امتى يا حاج؟ واقف من فطور المغرب، يعني من قبل الفطار هنا. يعني الازمه بتاعت البنزين هنا في محافظه الاقصر، يعني على مستوى المحافظه ولا في مركز القرنه بس؟ لا مستوى المحافظات مش المحافظه بس. ايوه. بقى لها قد ايه يا حاج الازمه؟ يمكن داخلين في 10 شهور دلوقتي، 11 شهر. ربنا يتولانا. 11 شهر بالظبط كده يعني. سببها ايه بقى؟ مش عارفين ايه السبب. احنا يعني تسال بتوعي يقول لك نفس الكميه هي طالعه، هي من المستودعات اللي هي بتطلع نفس الكميه اللي طالعه يعني. ومش عارفين احنا ايه الزحمه، ايه سببها يعني. بتوع المستودع يقول لك نفس الكميه اللي انا مطلعها، ما هي طالعه هي نفس الكميه يعني. مش عارفين ايه اللي جايب الازمه يعني. امال البنزين والسولار بيروح فين يعني؟ في سوق سوداء هنا؟ فينا في سوق سوداء، في ناس مدميه. في ناس 60 جنيه و70 جنيه وانت بتشتري منه؟ مجبور. هتعمل ايه انت؟ ما لازم تشتري، ما انت وقفت ببنزينه زي كده ما حصلتش، انت لازم تشتري سوق سوداء. دي عربيتك؟ لا انا عربيتي دي الميكروباص. جراكن دي بقى متحملها؟ تحملها بنزين ولا ايه؟ لا ده جاز دي. اتعرف عليك؟ حمدي معك. يعني عايزين نعرف مشكله البنزين هنا عندكم بقى لها قد ايه؟ بقى لها النهارده من وقت ما الثوره هلت، يعني شهر واحد ولازمه زادت. يعني كان الاول بسيط، دلوقتي زادت خالص، مفيش.
تيجي توقف زي كده بالثلاث اربع ساعات عشان تلقى تعبي لك عشان تعبي عربيتك بس. ممكن تروح فاضي، تيجي هنا ما تروح فاضي ما تعبيش. يعني احنا فطرنا المغرب وجينا. ها يعني الواحد فطر المغرب بيته قريب هنا وجه. برضه نفاقفين نفس الوضع كل يوم زي كده. تيجي عندنا هذا هنا كويس. ادخل عربي. يعني اتعرف عليك يا ريس. اشرف يا باشا. يعني انت واقف من هنا عم اشرف. والله سيادتك احنا جينا الصبح لقينا برضه ما فيش جاز. تمام؟ يعني جينا الصبح لقينا ما فيش جاز. وجينا من بعد المغرب مشينا ثاني وجينا بعد المغرب على اساس الواحد يروح له بصفيحه. صفيحه في العربيه صفحتين. انت بتفول براحتك في البنزينه ولا هم بيقولوا لك يعني امون؟ بتفول براحتك عادي اللي انت عايزه، اللي انت عايزه بتفول في عربيتك. بس برضه الثمن مش هو. ثمن الصفيحه مش هو. يعني ممكن تفول الصفيحه، ممكن تاخذ الصفيحه على 25، ممكن تاخذها على 30. من اي مكان، من اي بنزين، من اي بنزين نظم. ثمنها 22. ثمنها 22 جنيه، ده حرام يعني الواحد لما يدفع لها فرق 3 جنيه ولا 4 جنيه في الصفيحه. وفي كم بنزينه هنا في المركز؟ في المركز ده في 5 بنزيمات، ما فيش بنزيمه شغال. ما فيش بنزيمه شغال الا دي بس. في محطه شويه كده قدام، ودي محطه، وفي محطه فوق شويه، وفي محطه بحري. والبنزينات الثانيه مش شغاله ليه؟ مش شغاله، الله اعلم. ايه السبب؟ الله اعلم. المفروض كل يوم بيجي جاز. المفروض كل يوم بيجي جاز، فين بيروح ما تعرفش. فين الجاز بيروح ما تعرفش. يعني بنزيمة تشتغل وبنزيمة لا، بنزيمة تشتغل بنزيمة لا. طب انت بص لو خدت الصف دي هتلقى على بعد كيلو العربيات، يعني في ناس هتروح فاضيه. في ناس انت ممكن تروح فاضيه على كده. دي مشكله يعني ما نقولكش صراحه. الناس يعني هنا في عربيات على اقساط، في عربيات على اقساط هنا، يعني الشهر بتاعها ب 4000 حرام. لما يوقف من الصبح على صفحة جاز او صفحتين حرام عشان يشتغل بكره، ده هجيب من فين قسطه وهيوكل من فين عياله؟ يعني بص مشكله دي ما لهاش حل. انت يوميا بتقف هنا في البنزين؟ اه يوميا بنقف في البنزين. امال ايه؟ طب ايه موضوع السوق السوداء اللي في ناس اتكلمت عليه؟ الله اعلم. السوق السوداء دي مش هتبطل، السوق السوداء دي مش هتنتهي اصلا. ده ممكن واحد يجيب له جركنين ويحطهم ويعبيهم عادي ويبيعهم بره ب 40 و50 في الزحمه دي. في الازمه دي يبيعهم ب 40 و50 جنيه عادي. وما فيش اي يعني ممكن ما حدش يحاسبه كمان. يعني طوابير السيارات هنا مزدحمه. يعني اتعرف عليك يا حاج. اتفضل يا حاج محمد حسن موسى احمد. يعني قول لي انت واقف هنا من امتى يا حاج؟ من قبل الفطور. جيت هنا واخذت بعض ومشيت. ليه؟ قال بعد المغرب المولين. قال بعد المغرب مولوا. اخذنا بعضنا ومشينا وهجينا. انا اللي بشوف من كام ساعه من بعد المغرب هكذا. صلينا وجينا مولوا. هذا ما انت شايف الحركه قدامك. ايه سبب يا حاج قلة البنزين هنا في المحافظة؟ البنزين ان العربيات اقل، عامله انزحام معانا. لكن لو العربيات لو عجي مستمر يومات على طول العربيات الكساحات الكبيره بتاعت الجاز دي لو عجي يومات كساح واثنين ما عملش الازمه بتاعتنا دي. الله يبارك لك. في سوق سودا هنا حاج؟ والله الله اعلم عاد. انا ما شفتهاش يا عم الحاج، ما شفتهاش سودا. شكرا لله حاج. يعني ما زلنا امام احدى البنزينات في مركز الجونه الجرنه في محافظه الاقصر.